أكيد مستمرين إياكم في هذه الحلقة الجميلة والمتميزة في كل ما تحمل من فقرات وضيوف أيضا مميزين ومن المشاهير أيضا في عالم الرياضة. لدينا ضيف اليوم هو الأستاذ والكابتن عيسى سعد الزباري، مدير عام شركة ستار والتي تحمل شعار شكرا خليفة، وهو أيضا مدير مهرجان دراجات النارية في إمارة الفجيرة والتي يصادف في أسبوع الابتكار. نرحب فيك يا مرحبا فيكم. صباح الخير وحياك. حياكم الله وما قصرتوا على الاستضافة، ولي الشرف طبعا أكون ضيف على صباح الفجيرة اليوم ومشكورين. الله يسلمك. بداية طبعا مثل ما تكلم زميل عمر المدير العام لأسبوع الدراجات النارية اللي راح يكون في فندق الميلينيوم اليوم الافتتاح مثل ما تكلمت، وباكر هو انطلاق الفعالية. خلينا نتحدث أو حدثنا بداية عاما عن أسبوع الدراجات النارية. والله أسبوع الدراجات النارية هي فكرة طبعا انطلقت من مملكة البحرين في 2010، سنة 2010، والسنة طبعاً النسخة السادسة في مملكة البحرين. ومن العام الماضي طبعاً ابتدينا أول مهرجان بإمارة الفجيرة، وصراحة أول شيء انبهرنا بالفجيرة نفس، الحمد لله رب العالمين، يعني إنها هي إمارة تتميز عن كل الإمارات وما فيها من شغلات مش موجودة طبعاً. في بعض الإمارات حصل فيها البحر بس ما تحصل فيها الجبال. صحيح. بعض الإمارات حصل فيها الجبال ما تحصل فيها البحر وما تحصل فيها التراث. يعني ما شاء الله الفجيرة إمارة مشهورة بالقلاع وبالتاريخ ما شاء الله. فياتنا الفكرة أن ننظم أول مهرجان العام، وطبعاً نظمنا الحمد لله أول مهرجان، يعني حصلنا نجاح. يعني أول مهرجان بالبحرين في 2010 كنا 250 دراجة. أول مهرجان بالفجيرة العام الماضي كنا 500 دراجة. فهذا يدل على ما شاء الله الإقبال وعلى الناس أن هي صراحة حبت الفجيرة، متميز من ما تتميز فيه، يعني من طبيعة الحمد لله وامور صحيح. وانا هذا اللي بسالك فيه، بس قبل لا اسالك، نحن في الامارات نحب لهجة اهل البحرين ونموت عليكم اكيد. الله، فانا ابغاك ترد علي بالبحريني ان شاء الله. يعني انتم اخترتوا امارة الفجيرة هي وجهة لكم في اسبوع الدراجات النارية. اي نعم. لو تكلمنا اكثر ليش اخترتوا امارة الفجيرة وشو اللي تميزت في امارة الفجيرة؟ طبعا مثل ما قلت لك الفجيرة يعني اسمح لي اول شيء اشيد طبعا بدور حكومه الفجيره على راسهم العائله الحاكمه، الحاكم ولي العهد وكل الجماعه ما شاء الله عليهم، وكل الوزارات طبعا اللي بهرونا بالتعاون اللا محدود صراحه. اكتشفنا ان اماره الفجيره ما شاء الله انا جيتها قبل فتره تطورت بشكل غير طبيعي الحمد لله رب العالمين، العمران والامور الثانيه، ومن ثم يعني تتميز بشيء طيب ان انت ما فيها اي طبعا الامارات الثانيه لسه تحس انك في تراث الامارات. بالضبط وزحمه وتعرف الامور هذه كلها. هني لا، للحين الكالتشر القديم للحين محافظه على اماره الفجيره، وهذا اللي خلانا طبعا السبب الرئيسي ان نسوي فيه المهرجان، وبعيده عن الزحمه وبعيده هذه الامور. صحيح. ومدخلها يعني طريق خليفه بن زايد ما شاء الله، مدخل يعني اي دراج يمكن يتفق معي اذا يسوق عليه وهو جاي الفجيره يعني يروح عالم ثاني. أكيد خصوصا المدخل الجديد اللي يفتتح على طريق اللي هو فتح على طريق الفجيرة، وأيضا المساحة أو مسافات طويلة ممكن أنكم تبدعوا في عرض الدراجات النارية وأيضا الطرق اللي ممكن تعرض فيها الدراجات النارية. ولكن شعار شكرا خليفة، اخترتم شعار شكرا خليفة، لماذا اخترتوا هذا الشعار؟ والله يعني اسمحي لي، طبعا إحنا خليجيين أكيد وإماراتيين، قد ما نقول شكرا خليفة ما راح نوفي. جميل. فيعني المسيرة هذا أبسط شيء نقدر إحنا نقدمه. طبعا إحنا اللي عافيك المهرجان في ثلاث رسائل نحب نقدمها حق كل الدراجين، كل الرياضيين إمارة الفجيرة وكل الإمارات وكل الدول حتى العربية. صحيح. الرسالة الأولى واللي هي الله عافيك، إن يا جماعة ترى الدول العربية وخاصة الخليج في مناطق ترى للحين الناس ما اكتشفتها. صحيح. سياحية وطيبة سواء كان للدراجين أو الرياضيين أو حتى الناس العامة. هذه أول رسالة. الرسالة الثانية اللي هي رسالة ولائية، وهي كلنا نفتخر فيها. أكيد. حكوماتنا بمختلف دولنا الحمد لله رب العالمين، سواء كان مملكة البحرين ولا بلادي الثانية لدولة الإمارات، يعني هذه مسيرة إحنا بكل دولة طبعا نسوي المهرجان نسمي المسيرة باسم يكون ولائي للعائلة الحاكمة ومن ثم الحكومة. جميل. مثل ما أنا شايفة الحين التيشيرت اللي أنت لابسه هارلي ديفيدسون. إيه نعم. وهارلي ديفيدسون معروفة بالدراجات النارية. صحيح. أيضا كمان، وهناك أشكال مميزة، ويعني مثل ما نقول موديلات مميزة لهارلي ديفيدسون. لكن خلينا نتحدث عن الرعاة لأسبوع الدراجات النارية. إيه نعم. حتى ما يعني ينهضم حقهم لازم أكيد يكون لهم جانب أكيد من الذكر. بلا شك بلا شك، يعني الشكر لكل الرعاة على راسهم طبعا شركة هارلي ديفيدسون الإمارات. طبعا العام معنا
الراعي الاساسي او الراعي الرئيسي للمهرجان. والسنه بعد هم طبعا اللي ابدوا اعجابهم بالمهرجان. جميل. وطبعا كلمونا والحمد لله رب العالمين السنه معانا. في معانا معهد الفجيره طبعا للسياقه موجودين، وتفاجأت ما شاء الله جايبين سياره عرضوها بالموقع عندنا اللي هي تعطيك او تنبهك بفائده حزام الامان، يعني سياره تقعد فيها وهي تفرك السياره، يعني ما شاء الله شيء حتى الجمهور حبوه وراح يستفيدون منه ان شاء الله. أكيد. شيء توعوي طبعا حق الناس كلها. نشكر طبعا فندق الميلينيوم طبعا بلا شك اللي هو الموقع الاساسي للفعاليه، اعطانا ما شاء الله. على فكره ترى الفندق خلاص يعني فولي بوك ما شاء الله. يعني الفندق على ما عرفت انا انه في ابريل شهر 4 اللي راح فاتحين. اي صحيح. يمكن اول مره يوصلون للعدد هذا يعني. صحيح. خلاص الغرف لا على البوكينج ولا كلها فول من تقريبا يومين ثلاثه الحمد لله. اكيد. ولكن لو نتكلم شوي عن المهرجان قبل يعني لا تيون الفجيرة حققتوا نجاحات كبيرة في مهرجان الدراجات النارية. لو نتكلم شوي عن هذه الإنجازات والفوز اللي حققته. بالضبط. طبعا أنا ما أهضم حق يعني أخوي الكبير ورئيس تنفيذي لنا الدكتور خالد الشرفة، طبعا كل الشكر له، المفروض كان يكون معاي بس للأسف شوي تعطل شوي، كان بإمارة دبي. كل التحية له. أيوه. كل التحية طبعا، ويوصلكم السلام والشكر على كل الدعم اللي تقدمونه. طبعا هي كانت فكرة أخوي الكبير الدكتور خالد الشرفة، وتمينا طبعا بالتنفيذ وشفنا الاقبال الحمد لله رب العالمين، وبالتعاون مع حكومه البحرين، حكومه مملكه البحرين وحكومه المملكه العربيه السعوديه، ان حتى جسر الملك فهد، طبعا انتم تعرفون البحرين جزيره وما لنا الا يعني طريق واحد بر، يعني مش بس السعوديه والبحرين، والجسر طبعا مش دراجات مش يعني ممنوعه تسوق عليه. فنحصل الحمد لله موافقات من الطرفين، من حكومه البحرين وحكومه المملكه العربيه السعوديه، ان يسوقون الدراجين من مختلف دول الخليج ويعبرون الجسر دخولا الى المهرجان. فهذا شيء طبعا ميزه تخلي الكل، يعني تقريبا احنا الجسر عندنا 23 24 كيلومتر طوله، تخيل بالدراجة تسوق عليه شيء رهيب يعني. صحيح. حلو. فهذا من الامور اللي ادت الى نجاح المهرجان بالبحرين عندنا. والحمد لله يعني احنا العام عدد الحضور وصل عندنا فوق 1200 دراجة بالبحرين. يعني من كل دول الخليج. جميل. يعني المسيرة مسيرة طبعا في قلبي البحرين كان اسمها. هاي اللهجة البحرينية. يا سلام. وصل طول المسيرة 4 كيلومتر من الدراجات النارية. وكل الناس طبعا الحمد لله تشيد بالمهرجان، لأنه هو طبعا رياضة. احنا نوصل رسالة حق الكلنا، ترى يا جماعة رياضة الدراجات النارية مش رياضة اللي الناس ماخذة فكرة عنها انها رياضة سيئة مخيفة. ورياضة مخيفة. لا طبعا دخلنا فيها، عندنا معهد من 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 الرياض، مدينه الرياض، مدرب وائل بن حريب، عنده معهد بمدينه الرياض اللي هو معهد المهارات للدراجين، موجود ويانا راح يسوي حركات تكنيك مثلا عالي حق الدراجين، يعطيهم بعض الافكار. حلو. لان بعض الاشياء احنا طبعًا. يعني ولا قطعان بواردك، احنا مستوقف عند هذه يعني نتحدث ايضا عن محطات الامان اللي ممكن تاخذونها قبل البدء المسيره حتى يشمل هذا الحديث سويه. وايضا كمان انت يعني من الشباب اللي ممكن تعرف ان اكثر الشباب ممكن يقبلون على ركوب الدراجه الناريه بدون تدريب او بدون. صحيح. اخذ الحيطه والحذر، فما هي محطات الامان اللي ممكن انت تنصح فيها راكبي الدراجات الناريه خلال هذا الاسبوع وقبل بدء المسيره؟ طبعا انا اي دراج طبعا في دوله الامارات وكان متواجد قريب من اماره الفجيره انصحها طبعا هي، لان عندنا المدرب نفس ما قلت لك وائل بن حريب، لان الدراجه الناريه فيها خبره، طبعا خبره تلعب دور، لكن في بعض الامور تحتاج دراسه، تحتاج في ناس يعني مسوين الستاتستكس وشغلات على حوادث معينه، شلون الاسباب الحوادث، فهاي كلها اندرست وانطرحت في محاضرات. وامس على فكره كان عندنا ندوه، كان بمناسبه اليوم الرياضي الوطني بدوله الامارات، نظمنا ندوه امس كان اسمها او شعارها رياضه الدراجات الناريه من احلى الرياضات، ولكن لكن طبعا اللي هي المحيطات، طبعا المحيطات والاشياء اللي التوعوية. هي بالضبط الاشياء السيفتي. مثل ما قلت لك طبعا انا انصح كل دراجي ويستفيد، لان الاستاذ وائل او الكابتن وائل راح يعطيهم نظري بسيط وبعدين يعطيهم عملي بالدراجه نفسها. جميل. نحن يعني هالسنه كسبنا وجودكم في اماره الفجيره وسويتوا لنا حس اكيد، ويعني شقانا انتم ونحب هالاجواء من الدراجات، واكثر الشباب بيشدهم هذه الرياضه. صحيح. وهي رياضه الدراجه الناريه. طبعا هي الله يحفظك اقطع مقطع سالفتك الا بالخير. طبعا هي قبل كانت رياضه شباب، الحين اذا ان شاء الله زرتونا يوم الجمعه راح تشوفون اكثر دراجين كبار بالسن. صحيح. وكلهم شخصيات، في منهم دكاتره ومهندسين واصحاب شركات وحتى شخصيات مرموقه في البلد عندنا، سواء بالبحرين او بالامارات او بكل دول، لان هي صارت من نوع الترفيه.
صحيح. بحد آمن وبحد طبعاً السيفتي وهذا الأمور. صحيح، ولكن يعني هل سنشهد إن شاء الله في السنوات المقبلة تواجد مهرجان الدراجات النارية في الفجيرة؟ بإذن الله، بإذن الله. طبعاً كل الدعم قاعدين نحصل الحمد لله من حكومة الفجيرة، على رأسها طبعاً ولي العهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي الله يحفظه، ومن ثم طبعاً راعي الفعالية سمو الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، طبعاً كل الشكر له، يحرص على حضور المهرجان وتكريم كل الفائزين بمسابقة البايك شو. على فكرة مسابقة البايك شو يعني في دراجات أنا أطلب من أهل الفجيرة وكل الدراجين يجون يشوفونها، لأن ما راح تتكرر بالفجيرة إلا بعد سنة، فخلي يجون ويصورون ويشوفون الدراجات اللي انوجدت. والشيء الطيب ان اكثر الدراجات مصنوعه على ايدي يعني شباب خليجيين ومنهم من الامارات. وانت ذكرت ان في دراجات مطليه بالذهب ايضا. بالضبط، هاي دراجه تم تصنيعها بالامارات. صحيح، دبي. نعم، جميل جدا. انا صراحه لو بيي ترى بركب بعد. حياك بالعكس. تعرف تركب دراجه؟ والله بحاول. حياكم. لا بالعكس، اذا صار في شيء احنا ما لنا دخل عليه. عسى الله يحفظك. استاذ عيسى يعطيك الف عافيه لوجودك معنا لهذا الصباح في صباح الفجيره، وايضا حديثك عن اسبوع الدراجات الناريه، ونتمنى لكم مزيد من التوفيق والنجاح. طبعا يا عمر، في هذا اسبوع الابتكار الاماراتي ما زلنا في ابتكاراتنا وابداعاتنا متواصلين معكم، وفي نهايه الاسبوع اليوم الخميس لبرنامج صباح الفجيرة لا تنتهي الابتكارات، وإنما تستمر إلى يوم الجمعة والسبت حتى نهاية فعاليات هذه المبادرات، وأيضا طرح الفعاليات لـ40 مؤسسة حكومية أو خاصة داخل إمارة الفجيرة. صحيح. إمارة الفجيرة دائما أجمل في مكانها وفي بحرها وجبالها. كونوا معنا دائما على الموعد، ولكن ننتقل معا إلى هذا الفاصل وسنعود.